صرت معود عالفر. هاي وائل كيفك؟ ماشي الحال؟ منيحة. نحن اليوم بجامعتك، بجامعة روح القدس بالكثير. أهلا وسهلا فيك وفيي. إيه طبعاً. أنت هون تعلمت موسيقى. من 25 سنة درست موسيقى بهيدي الجامعة. أحلى أيام كانت بحياتي. إيه. أحلى أيام. وقال لك شو لقينا؟ طلبات التسجيل تبعوا لك بالجامعة من 91، 92، 93. خط حلو إيه؟ خط بالعربي بالفرنسية حلو. إيه اثنيناتهم حلوين. أميل وهدى كانوا هن الأساس، كانوا جزء من الحلم. إنه أكيد الأهل لهم دور، بس بعتقد الدور الأكبر كان لخالتي. إيه. يعني هي اللي وقفت حدي ودعمتني وساعدتني. تبكي الطيور تدبل زهور. يعني أنت فتت على هيدي الجامعة تلميذ ما حدا بيعرفه، وظهرت منها فنان، واليوم أنت فنان كتير كبير. بس بين وائل التلميذ ووائل الفنان قديش مرق عليك صعوبات، وشو هي الصعوبة اللي ما بتقدر تنساها؟ مجردك التنقلات كانت نزحلي على بيروت. كنا ناخد كذا محطة، كنا نوقف على الطريق يعني دي عم تشتي، بعدين ناطرين تاكسي. ما كان معك سيارة؟ ما كانش معي شيء. بس كان في إصرار إنه وائل بدك تكمل، بدك تدرس، بدك تتعلم موسيقى. هو أنا كان عندي حلم، يعني إذا بدك كنت ممكن أعمل المستحيل تأوصل، هو انه كون نجم. وصلت لمرحله لقيت انه مش حقدر اعمل شيء، يعني ادنى شيء ممكن اني اعمله هو اعمل استاذ موسيقى. فكر اني اعمل استاذ موسيقى، وفت على الجامعه وبلشت. الشهره والمجد والحمد لله المال بينسى هيدا الايام الصعبه؟ نو واي. على طول في تحديات كان بحياتي. طيب برك التحدي الجديد انه ترجع تدرس وتوقف مطرح الاستاذ بهيدي الجامعه وتكون انت وائل كفوري استاذ الاجيال اللي حابه تتعلم موسيقى. كنت مقرر من فتره اني ارجع اتسجل وكفي دراسي، عم يمر الوقت بسرعه مش عم لحق. في شيء غرض كنت تخليه معك قبل الامتحان، او شيء عاده انت معود تعملها قبل الامتحان وبعدك لليوم قبل الكونسرت قبل الحفله بتخلي هيدا الغرض معك، او هيدي العاده بعدك بتعملها؟ صوره قديسي رفقه. بتصلي لها قبل الحفلة؟ كل حياتي. شو بيزعلك وائل كفوري؟ حيالله شيء، أنا كثير عاطفي. وشو بيفرحك؟ آخ صعب الفرح؟ ايه. من بعد المجد والشهرة واحد ينال شيء؟ ايه عجب. بس بيضل في سبب للفرح؟ هلا بفرح بشغلي، بنجاحاتي، بفرح بالناس بيحبوني، بفرح باللي حققته، بس هالفرح الدايم بتحسيه قليل. انا بلشت 9 سنين كان عمري لما بلشت مظبوط، يعني لما وعيت على الدنيا وبلشت احس حالي انه ايه انا عندي صوت حلو، فكانوا ياخذوني يعني اطلع حيالله عيد الام، عيد حيالله مناسبه تصير بالمدرسه، كنت انا اطلع غني. لو حبنا غلطه تركنا غلطاني ما زال عشقاني. إنسان إذا ما تعب ما بيوصل، يعني ما ينق، ما يتعب بكير، يضل يجاهد ويكافح، لأنه بالنهاية أكيد رح يوصل لمحل معين. الإصرار والطموح والإيمان. إيه ضروري ضروري. هودي اللي تعلمهم وائل. أنا هودي اللي يعني ما عندي غيرهم كان، يعني هو هني لا في مصاري وما في شيء، في هول بحياتي كانوا. هالاجتهاد، هالإصرار، هل إنه بدي أوصل لو شو ما صار. بدي أحبك أكتر بعد. كنت بتتخيل شي نهار توقف على مسرح جامعتك قدام آلاف الأشخاص عم تحيي حفلة لما كنت تلميذ؟ كنت تتخيل هالمشهد؟ لا أكيد لا ما كنت بتخيل، ولكن بقدر أقول لك إنه كنت بتخيل يوم من الأيام كنت عم علم عود بجامعة الكاثوليك. بس مش واقف هالوقفة. بس أكيد لا. قديش بيختلف هيدا الكونسرت عن غير كونسرت بما انه هو بجامعه الكاثوليك؟ سبحان الله بتحسيه قريب من شيء كان حميم، كان ايه كان هيك له شيء بقلبي بالماضي، يعني شيء بحس له، شيء بحن له. هذا يعني مثل ما بيقولوا خطوه ال1000 ميل ببلش بميل. مزبوط. فكان هالجسر العبور هي هالجامعه اللي انا وصلت له اليوم، ف
فشغلي كتير حلو وشعور كتير حلو. نحن بدنا نتمنى لك التوفيق، وأنغامي بدها تشكرك لأنه فتحت لنا المجال أنه نكون معك بهالمطرح القريب من قلبك. وائل كفوري كتير بيعني لنا هيدا الموضوع. موفق بالحفلات وموفق بالإصدارات الجديدة، وأكيد الكل رح يتابعك على أنغامي. أنا بشكركم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله عطول بيكون عندنا هيك عدة لقاءات. موفق وائل. Thank you. ميرسي لإلي. مش قادر أكتر إلي.